جايزين بزبع على فلوغما اليوم دايرة السولد ناقص 50%. انا دي ديجا خديت من فلوغما وعجبتني الاخر ديالها وضروري قلت ما نرجع. انا ما كنتش هناخد، ما كنتش جايه باش ناخذ، ولكن لقيت دايرين برومو 50 ناقص 50%، ضروري قلت ما ناخذ. نعم نوريكم فونديشن اللي كندير، يعني الأسمنة واعرة بزاف، ما يمكنش نضيع عد، ضروري أي حاجة ناقصاني عندي من ناقص 50%. هي يعني شحال من حاجة يعني ناقصاني اليوم ما ضروري ما نديها. هادي كنت بغيت نديها 12، هي 12.95، دابا عنديها يعني ناقص 50%، ضروري ما ندي منها. وهنا كاينين الرموش، البانسو، نتاف، بزاف ديال الحوايج. هنا كاين الايلاينر، الاقلام ديال العينين، اي حاجه يعني بغيتو كتلقاوها هنايا. هنا الماسكارا، هاد الماسكارا كنت انا نهار دابا انا هبطت على كانت عند صاحبتي، هادو دايره 2.95 اورو. هنا الهايلايتر واعرين بزاف، هادو هنا لا روج اليف، اليوم الاخر ديال السول دايرين ناقص 50%. اليوم النهار الاخر جيت فيها نيشان، يعني دابا دورت لكم الحانوت كامل شنو فيه، دابا نشوف شنو غناخد. ديك الساعات من نمشي للدار ديك الساعات نوريكم شنو اللي خديت وشنو اللي ما خديتش. المهم انا هنا غنحبس نشوف شنو غناخد ونكملوا الفيديو. الأسمنة مضبوطة غتلقاوها لتحت في صندوق الوصف، يعني تما ديك الوقيته ما كنتش عارفه الأسمنة مضبوطة، دابا عاد رجعت شفت الأسمنة وعرفتهم مضبوطين، غتلقاوها في صندوق الوصف لتحت. مرحبا بكم في القناه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، كنتمنى يعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو كنقول للبنات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو يضغطوا على سبسكرايب القناه الحمراء اللي لتحت، ويضغطوا لي على الجرس باش يوصلهم اي جديد، ويديروا لي جيم 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 باش يشجعوني نزيد نعطيكم اكثر ان شاء الله. واي حاجه ان شاء الله جربتها وعجبتني غنشاركها معكم، وحتى الحوايج اللي ما عجبونيش غنشاركهم معكم، باش ما تقولوش كنشارك معكم الحاجة زوينين، كلشي غنشاركهم مع بعضياتنا ان شاء الله. اليوم غنهضر لكم على فلوغما، جيت لكم فيديو جديد، كنت ديجا درت فيديو على منتجات ديال فلوغما وعجبوني بزاف، وكنت مشيت للدار ديال الفلوغما ولقيت برومو دايرين ناقص 50%. ايوا لقيت غير كنهز. المهم عم نشارك معكم الحوايج اللي خديت من فلوغما، والاثمنه خياليه جد مناسبه. اول حاجه خديت هاد الطويطه هادي ديال فلوغما، المهم فيها 20 وحده، هادي كدير بشي 2 اورو 20 درهم، ثمن ديال
اي طويطه ديال اللي كتباع عند صحاب المكياج وما كتكون حتى ماركه. وكاينين اللي انا خديتهم، كنت خديتهم ب 30 درهم 40 درهم وما فيهم حتى شي ماركه. المهم هذه ب 40 20 درهم، شي 2 اورو، فيها 20 وحده. انا بديت كنقول لكم الاثمنه، حتى شحال من واحد كيقول لي كتقولي بحق ما كتقوليش الاثمنه ديالهم. كاملين اللي جربوه عندي الصراحه كلشي حماق عليه، عجبو متنوع على عجبني، الوان ترابيه يعني تقدري ديرهم يوميا. هذا كنت خديته بشي 50 درهم، كانوا دايرين فيه برومو، يعني الثمن ديالو الاصلي شي 100 درهم وفي البرومو كانوا دايرين ناقص 50%، خديته ب 50. وخديت هذا الفاغاجو كيجي بحال هكا، هو ب 50 درهم. هاد الاي شادو كاملين كانوا بنفس الثمن 50 درهم. وخديت هذا وثاني، هذا الصراحه كان يعني كنديروا بزاف د الحوايج، كنديروا هايلايتر، كنديروا حدا العين ديالي، في جناب العين ديالي، فوق تحت الحاجب ديالي، المهم كنخلي فيه كنديروا. هذا واعر بزاف عجبني اصلا، كخصني واحد بيض، ومن لقيتو برومو ما نقول لكمش. وخديت هذا، هذا واعر خطير يعني، الشكل ديالو واعر بزاف، ما عرفتش علاش الكاميرا ما كتبينش داكشي واضح، كيجي واعر في الذهبي. انا نوريكم شو كيجي، ما عرفتش يبان لكم ولا ما يبان لكم شي، ما كيبانش ما عرفتش علاش. المهم كيجي واعر وكيبانني، المهم انا ملي كنديرو كيجي واعر كيبان. دابا في الكاميرا دار العكس، مبغاش يبان، ما عرفوش كيبان لكم. المهم انا ما كاينش نشوفوش. وخديت هذا الهايلايتر، هذا تصدمت ملي شفت الثمن ديالو هنايا، كانوا دايرين هذا الهايلايتر، هذا كانوا دايرينه هنايا ودايرين له زعما برومو بشي 300 درهم، وخديته انا ب 50 درهم، مش 50 درهم خديته انا، وهنا كان 300 درهم وفيه البرومو زعما. وخديت هاد البودر، هادي كتجي بحال هكا، المهم انا راه ديجا مستعملاها، مزونه بزاف، فيها ريحه غزاله. وخديت هاد الاي شادو، هادو ديال الوان بينك، مزونين، وما عجبتني يعني الصراحه زعما عجب الماكياج ديال فلوغما، واعر بزاف بزاف والله. المهم هادو كاملين اللي وريتكم دابا، هاد الاي شادو داكشي كاملين ب 50 درهم الواحد. وخديت هاد مع هذا غوماج وماسك، و المهم فيه الروينه ثلاثة في واحد، كيقشر الوجه وكي وكيطهرو وكي وفي نفس الوقت قناع الوجه، مزيون. وخديتو رخيص، خديتو بشي 40 درهم هكاك ولا 30 درهم، الاثمنه مضبوطه ما بقاتش عاقله بالضبط. المهم هذا زوين، دابا قعد يعني جربته مره واحده وعجبني الصراحه، ولكن يعني خصني حتى يعني نداومو ونقول لكم يعني رايي فيه بصفه عامه. وخديت هاد ديماكيو، هذا خديتو تا هو بشي 30 درهم ولا 40، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم ما فايتش 40 درهم، 4 اورو يمكن ولا 3 اورو. وخديت هاد الفوندوتا، خديت جوج فوندوتا مات، المهم انا خديتها شويه سمراء، الدرجة ديالي 305. المهم هدا واعر بزاف والله، كيغطي كيدير التغطية كاملة د الوجه، و كي يعني كيبقى لاصق ثابت في الوجه، يعني هذا بالنسبة ما يصلحش للبشرة الجافة،
يعني حتى الشماط يعني كيصلح للبشره الدهنيه، واعر بزاف وكيبقى يعني في الوجه 24 ساعه نهار كامل. خديت جوج، انا خديتهم بشي 50 درهم كانوا، 100 درهم كانوا يمكن، و 120 ولا ما عرفتش شحال كانوا، المهم خديتهم 50 ولا 60، المهم ما عقلاش بالضبط. المهم وخديت هذا البرايمر، هذا البرايمر واعر البنات والله. كنصح البنات يعني اللي كيديروا الماكياج ويعني وما كيرطبوش وجههم وما كي ما كيديروش زعما البرايمر للوجه، كنصح بهم كنصحهم يعني يرطبوا اول حاجه باش الا بغى الماكياج ديالهم يطلع لهم مزوين يرطبوا الوجه ديالهم مزيان ويديروا له البرايمر. يعني ماشي اي لا، ما كانش البرايمر دوريجين، انا كنقولها ونعاودها، لا ما كانش البرايمر دوريجين راه كوني اكيد راه ما يدير لك والو لوجهك هذا البرايمر. انا في الاول ملي كنت يعني ما كنتش كنديرو، انا كنقول يعني ما عنده حتى دور صراحه، ما كنت جربت واحد المره ما بان لي فيه والو، قلت يعني ما عنده حتى شي دور. ولكن من بديت كنرطب وجهي قبل وكندير البرايمر، دوك المسام اللي كتكون هنايا حدا يعني تحت العين وحدا النيف كتكون مفتوحه، كيكون واحد النقيطه تما، هذه كتسد كتسدهم يعني، وكتما يعني ملي كديري الفندوتة يعني ما كيبانش داكشي يعني عندك عامر داكشي في وجهك واعر بزاف. المهم انا ملي كندير قبل كنرطب وجهي بهاد الكريمه ديال ساسبيلا، كنت هضرت لكم عليها قبل. كندير هادي كنخليها شي 15 دقيقه ولا 10 دقائق في وجهي حتى كتنشف، وكندير من موراها البرايمر كنخليه شي 5 دقائق حتى هو بما ما نشف وشرب لي في وجهي، عاد كندير الفندوتة، عاد كنكمل ديك الساعات لي طاب ديال الماكياج. انت حاجه ما توقف وحدينا. وخديت هذا البرايمر، هذا البرايمر كيدير ب 40 درهم يعني راه رخيص بزاف، حق لقيتو انا في السولد يعني البنات ملي يكونوا السولد غير هجموا، كتكون كيكون الحوايج يعني كيكون داكشي رخيص. خديت هذا البرايمر، هذا كنديرو برايمر وكندير في نفس الوقت هايلايتر، زوين بزاف والله. المهم انا ما كيعجبنيش ندهنو كامل الوجه ديالي لان كيبقى يبين لي وجهي كتلمع، وانا ما كيعجبنيش كنديرو يعني غير الهايلايتر، اغلبيه كندير غير الهايلايتر، وبعض المرات يعني ملي كتكون شي مناسبه عاد كنديرو الوجه ديالي كامل، اما زعما نكون خارجه غير لهنا ولا خارجه غير نتسخر ولا شي حاجه ما كنديروش الوجه ديالي، كندير هذا. وخديت هذا البانسو هذا ديال الفلوغما، هذا خديته ب 60 درهم، كان كيدير 120 وخديته ب 6 اورو، واعر بزاف زعما، وندمت علاش ما خديتش لي بانسو بزاف من فلوغما. خديت هذا خديته حتى لاخر ساعه، كنت مشيت بحالي ورجعت النهار الاخر ديال البروم. خديت هذه ومشيت بحالي، ندمت علاش ما خديتش زعما البانسو كثر. المهم مره اخرى ان شاء الله، زوين بزاف هذا ديال الفندوتة. ما بقاليش بزاف، وخديت هاد الكونسيلر هذا زوين بزاف، كيخبى عيني ديك الهالات السوداء اللي تحت العين، المهم كيعاون بزاف هذا الوجه. هذا خديته ب 30 درهم، 30 درهم خديته، يعني المكياج كامل رخيص والله، والله رخيص مقارنة يعني بالمكياج اللي كيتباع زعما هنايا في المغرب، كيكون الماء يعني ماشي كيكون الدوزيام ديالو وغالي، يعني بالثمن ديال دوريجين. وخديت هاد ستيك مات، خديت هذا في الغوز، راه هو اللي دابا دايره في فمي وهذا، وخديت هذا كنت باغا المارو، وخديت هذا مره اخرى ان شاء الله ندي المارو داك الغامق. هذا ملي كنبغي يطلع لي مارو كنطراسي فمي بقلم قهوي وكنعكر بهذا. وخديت هذا الايلاينر، هذا واخا تشوفوه صغير زعما ما تحقروش كيدير شغله مزيان، خديت جوج، هذا كيدير كان كيدير بشي 20 درهم، خديت منهم جوج. وخ
خديت هاد القلم هذا ديال كنديرو فصل العين ديالي كيجي بحال هكا. ممكن دير فصل، كنديرو فصل العين هذا عجبني، كنديرو زعما يوميا واعر. وخديت هاد القلم ابيض وهاد الكريو هذا ديال الحجبان قهوي، هو غزال والله واعر. هادشي دا كامل عجبني ديال فلوغما ما عدا هاد الايلاينر هذا القلم. اصلا كينشفو داغي، ما عجبنيش بزاف. انا كنرتاح لهذا اكثر من هذا. يعني البنات اللي كيبغيو اللي عيتعلموا اول مره يديروا الايلاينر كنصحهم يديروا القلم، ولكن من بعد يديروا يعني هذا ولا داك الجيل كتكون في القرحه. المهم انا كنرتاح لهذا، يعني كنطلقه فيه يدي حسن. هذا داغي كينشفوا، اذا هما مزيانين زوينين ولكن داغي كينشفوا. واخا يعني كنخليهم يعني واقفين هكا، ما كنديرش العكس ديالهم، وهكا كينشفوا لي داغي وكيتحيدوا داغي. اصلا ملي كنعمل الايلاينر في العين ديالي شي جوج سوايع ولا شي حاجه، غير لا قص عيني بالغلط ولا شي حاجه كنلقاه تمسح. هذا هو اللي ما عجبنيش، يعني ما كنصحش به يعني يديوه البنات. وهاد الايلاينر القلم، هذا هو الفيديو ديالي. سمحوا لي طولت عليكم، جا الفيديو طويل. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنتمنى البنات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو يضغطوا على سبسكرايب ويضغطوا لي على الجرس ويديروا لي جيم باش يشجعوني ان شاء الله نزيد نعطيكم ندير لكم فيديوهات واحده اخرين ان شاء الله. نتسلى الفيديو ديالي بسلامه.